تمام، يعطيكم العافية. المرة الماضية شرحنا أمثلة بسيطة على الديترمنسي وشرحناها كامل، وخلينا أمثلة هيك بسيطة على كل السنوات. هسه بس بدنا نحل بالتفصيل، يعني بدنا نفصل الإشي تفصيل للآخر، يعني مش زي هيك خلاص افصل وامشي هيك. هسه بحكي لي تطبيقات معادلات الاتزان. تطبيقات معادلات الاتزان كيف يعني؟ أنا عندي 3 معادلات، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مون تساوي زيرو. فإيش بعمل أنا؟ بحكي لو عندي هذا الشكل، هذا الشكل في عليه بن ورولر ومن جوا وصلات، في عندي انترنال هنج هون، عندي انترنال هنج هون، عندي انترنال هنج هون. هاي الاشكال كيف ممكن اتعامل معها؟ بس دائما لما بدك تحل اي سؤال في انترنال هنج بدك تفصل الانترنال هنج، بدك ترسم فري بدي دايجرام للشكل وهو مسكر، وبدك ترسم فري بدي دايجرام للشكل وهو مفكفك. هسه وهو مسكر كيف؟ يكون كالتالي، يكون عندي رياكشن على الاكس، رياكشن على الواي، وهون لانه الرولر رجعله لواي فرياكشن واكس. هذا هيك بكون الفري بدي دايجرام له. من هذا الفري بدي دايجرام شو بقدر اوجد؟ بقدر احكي مجموع المومنت عند الاي بتساوي زيرو، وبالتالي بطلع سي اكس، بحكي سيجما اف واي بتساوي زيرو بطلع الاي واي، وبحكي سيجما اف اكس مره ثانيه بتساوي زيرو بيعطيني قيمه الاي اكس. انا هيك طلعت الرياكشن بالسبورت. طيب لو طلب مني الرياكشن بالهنج اللي جوا، ما هو الانترنال هنج هو نفسه مثل الاكسترنال هنج اللي هو بسموه بن، هذا بسموه هنج وهذا بسموه بن. طب هذا لو طلب مني عند بي كيف بدي اوجده؟ بكل بساطه بضطر افكفك. كيف بفكفك؟ بكل بساطه هذا منبر مربوط بسبورت من هون للنهايه. فشو بتعمل؟ هاي كامله تحطها على جنب زي هيك بتفكها، والعموديه دي اي برضه هي مربوطه بين هنجين بتفكها، وبي سي بتفكها. بس لما تفكها، كل ما تفك هنج في عليه تو رياكشن اكس واي، ومن الجهه الثانيه بيكون نفس القيمه ولكن عكس الاتجاه، يعني اي دي بي الوصله اي دي بي عليها مثلا فرض دي واي عليها دي اكس، بالجهه الثانيه حكى دي اكس هي لليسار لليمين ودي واي هي لفوق عكس اللي تحتها، واي اكس واي واي، فبالتالي حكى اي اكس هيك واي واي هيك. فالشكل كفري بدي دايجرام كامل، او ممكن افكه زي هيك مثل ما انا حكيت اول مره. هذا الفري بدي دايجرام الاولاني، هذا الفري بدي دايجرام قبل ما افكفك، وهذا الفري بدي دايجرام بعد ما افكفك. طيب لما انا فكفكت وبدي اوجد اللي جوا، كيف بدي اوجدهم؟ بس انا من خلال الرياكشن، من خلال الرياكشن اوجدت مثلا قوه سي اكس، واوجدت مثلا هون اي اكس واي واي. طيب بس لما اوجدت انا اي اكس واي واي شو صار عندي؟ صار عندي هنا 4 مجاهيل، ولكن لو حكيت مجموع المومنت عند الدي، لو حكيت مجموع المومنت عند الدي تساوي زيرو بقدر اطلع بي واي. بس لما اطلع بي واي من خلالها بقدر اطلع دي واي. بس انا هون طلعت دي واي وطلعت بي واي، ضل عندي المجاهيل الاكس والاكس. هون ما بقدر اوجد على الاكس لانه هذا المنبر افقي، هذا المنبر افقي، ما بقدر اوجد اي قوه على اكس. دائما القوه اللي على اكس ما بقدر اوجدها الا اذا كان عندي ميلان، خطا قاعده. تمام، بروح على المنبر الثاني، هذا اللي فكيته، هذا المنبر بلاقي عندي انا دي واي طلعتها، لو اخذ سيجما اف واي بطلع اي واي، شو ضل عندي مجاهيل اي اكس ودي اكس، كيف اوجدهم؟ خذ المومنت هون بتساوي زيرو بطلع اي اكس، واخذ سيجما اف اكس مره ثانيه بطلع الدي اكس. هون انا طلعت الدي اكس قيمتها هيها، فهون طلعت البي اكس. فمجرد ما طلعت البي اكس هذا المنبر اللي فوق كله حللته، وهذا كله حللته. هسه بي اكس معي، بي واي معي، اي واي جبتها من اللي هون، اي اكس معي، واطلع سي اكس. هاي لو انا ما طلعتها من الاصل، فانا بقدر احل بكثير طرق. فدائما لما يكون عندك انترنال هنج بدك تفصل حسب شو بطلب منك، راح نحل امثله كثير. فنيجي على الامثله مع بعض. عندي هذا المثال، هذا مثال رياكشن بدي اشرحه عشان الطلاب اللي ما او ناسيين الستاتيك من الاخر. ما بدناش نقول ما درسوا شو الستاتيك، لا، اللي ناسيين الستاتيك على الاخر. طبعا بقول لهم اوجد الرياكشن بكره في الكويز، او الكويز متى ما كان كويزك حسب ما بتحضر الفيديو. راح يجيك سؤال على شابتر 2 اوجد رياكشن. طيب كيف اوجد رياكشن؟ بكل بساطه بدك تطبق 3 معادلات. بدك تحكي سم اوف اف اكس تساوي زيرو، سم اوف اف واي تساوي زيرو، وسم اوف ام ات سبورت تساوي زيرو. هذول المعادلات اللي قلنا سنه احنا كطلاب هندسه مدنيه نتعلمهم. طيب وين شو بعمل اول خطوه لما تطبق هذول المعادلات؟ بدي اعمل خطوات. شو بدي اعمل خطوات؟ بدي ارسم فري بيت دايجرام، ارسم فري بيت دايجرام. هسه هون عندي البي رولر، فبالتالي هذا رولر بكون رياكشن له هيك. الاي في عليه اي واي، وفي عليه اي اكس، اكتبهم بي واي اي واي و اي اكس.
طيب كيف بعمل بعدين؟ برسم كمان فري بالدياجرام كيف اي قوه مائله بحللها، فهي بتتحلل عندي على الواي، بتتحلل عندي على الاكس. فعلى الواي بيكون قيمتها 60 ساين 60، وعلى الاكس 60 كوساين 60، تمام. ومع المسافات فبالتالي بحكي يلا اول خطوه sum of fx تساوي 0، فراح احكي انا عندي ax ناقص 60 كوساين 60 تساوي 0، وبالتالي ax تساوي 30، تمام. انا طلعت الاكس، بعدين بحكي sum of m مثلا at a تساوي 0، بدي احكي في عندي انا by ضرب المسافة من B ل A، كم المسافة من B ل A؟ 14. بدي أنقص منها 50، شو ال 50 هاي؟ قيمة المومنت اللي هون، هذا المومنت بجمعه جمع، ما بضربه بمسافة، بجمعه جمع أو بطرحه حسب اتجاه هون، اتجاهه مع عقارب الساعة فبحكي سالب. تمام. نرجع. بعدين بنحكي في عندي إيش؟ عندي 60 ساين 60، بتعملي مع عقارب الساعة. مضروب بكم؟ في 10. وفي عندي هاي القوة ب 60 كوساين 60، تعمل لي مسافة 1 عكس عقارب الساعة، 60 كوساين 60 ضرب 1 يساوي 0، فمن خلالها بطلع بي واي تطلع معي 38.5. بعدين بحكي sum of f y يساوي 0، فبحكي عندي 38.5 لفوق، عندي a y، في عندي ناقص 60 ساين 60 يساوي 0، فمن خلالها بطلع قيمة A Y. تمام؟ هيك أنا طلعتهم وخلص السؤال. فدائما أي خطوة دائما شو مكان بدك تطلع كوساين، بدك تطلع FX of Y وإلى آخره. بس شو المشكلة اللي بتصفي؟ إذا عندك ميلانات ممكن تنعجك. طبعا رح نيجي على كل سؤال ممكن يجي، يعني ما رح نهملها. يعني مثلا عندي هون لو كان عندي لودات مستطيلة أو شبه منحرف أو مثلث، كيف بقسم هذا السؤال؟ هسه هذا عندي فيكس سبورت، بالتالي بدي أعمل أنا إيش؟ فري بادي دايجرام AX AY، وعندي المومنت، عندي المومنت، فبالتالي هذا بحكي معادلات الالتزام sum of FX تساوي 0، فمعناته AX تساوي 0 sum of FY تساوي 0. بدي أحكي في عندي هون أنا شبه منحرف ومستطيل، شبه منحرف شو بعمل فيه؟ بقسمه لمثلث ومستطيل دائما، يعني عندي هيك، فصار عندي مثلث وصار عندي مستطيل. المستطيل ارتفاعه 5، المثلث ارتفاعه 10. ليش 10؟ اللي هي القيمة الأولى ناقص القيمة الثانية، الكبيرة ناقص الصغيرة دائما. فبالتالي يلا شو صار عندي؟ المستطيل 5 سالب 5 في 12، بعدين بنقص منه العشرة، شو مساحة المثلث؟ نص ضرب 10 ضرب 12، فعندي ايش كمان؟ زائد AY تساوي 0، فبتطلع معي AY تساوي 120. بعدين شو بحكي انا؟ sum of M at A تساوي 0، فعندي كابل مومنت، الكابل مومنت هذا قلنا ما بنضربه بمسافة، فايش هذا بنسميه؟ اسمه reaction moment، فبنسميه MA. هسا شو بدي اعمل منه؟ بدي اطرح منه المستطيل قلنا 5 في 12 قيمته، 5 في 12. طيب شو المسافة اللي بعملها؟ بعملها على مسافة 6 لأنه المستطيل في المنتصف. بعدين عندي المثلث شو قيمة اللود تبعه؟ قلنا نص في 10 في 12. قديش المسافة اللي بعملها؟ بعملها ثلث عن الزاوية القائمة، يعني الزاوية القائمة أنا عندي هون، فبعمل لي مسافة ثلث من الزاوية القائمة، يعني هون هو اللود مثلا، فهاي المسافة 12 على 3 يعني 4. نرجع هون ضرب 4 بساوي 0، من خلال بطلع قيمة M A تساوي رقم، تمام. فعلا شوف عمل هيك ولا لا؟ هي M A حكى لك سالب 60 في 4، 60 اللي هي 5 في 12 ضربها ب 4، لا 60 في 6 هيها، و60 في 4 اللي هي 4 تبعت المثلث، زائد ام اي تساوي 0، فطلع ام اي بتساوي 600 كيلو نيوتن. هاي الفري بادي دايجرام بالشكل، المثلث هاي المثلث على مسافه 4 اللي هي ثلث عن الزاويه القائمه، بشوف وين الزاويه القائمه عندي
طبعا مشانها مسافة ثلث. تمام، في عندي هون سؤال يقول لي اوجد الرياكشن لهذا السؤال. هسه هذا السؤال عادي بسيط، بس شو المشكلة انه الرولر مائل من ايام الاستاتيك. كنا نحكي الاكس، الاكس بتاخذ كوساين والواي بتاخذ ساين، الواي بتاخذ كوساين والاكس بتاخذ ساين. فعندي هيك، هذا بسميه ان بي في ايش؟ في ساين الزاويه. شو الزاويه معي؟ ما معي زاويه، معي 3 4 5، 5 اللي طول الوتر، فبالتالي الاكس باخذ 3 يعني 3 5، وان بي ضرب 4 على 5 اللي هي 3 على 5 اللي هي ساين الزاويه. لا دقيقه، هاي 4 وهاي 3، لانه احنا بناخذ ايش؟ الاكس بتاخذ ساين الزاويه، فساين الزاويه ثيتا اللي هي لو هاي سميتها ثيتا، الساين لها 4 على 5، طول الوتر 5 اللي هو الجذر التربيعي، 3 تربيع زائد 4 تربيع، بالتالي الاكس بتاخذ ساين يعني 4 على 5، والواي بتاخذ كوساين بتاخذ 3 على 5. وعندي هاي اي اكس، اي واي قصدي، وعندي هاي اي اكس. فشو بحكي انا؟ مجموع المومنت عند الام تساوي 0، بحكي بطلع الان بي، بعدين بحكي سيجما اف اكس تساوي 0، بطلع اي اكس، سيجما اف واي تساوي 0. فهي لا تاخذ المومنت عند البي لانه عندك مجهولين، وعندك المستطيل راح يضايقك تركيزه، تركيز المستطيلات 500 في 7 وين؟ في المنتصف، يعني هاي المسافه 3.5، وهاي 500 ضرب 7. هاي شوف هون المثلث 3 4 5 قلبه، هاي 500 ب 7 3500 على المسافه 3.5. فلما حل هيو، لما اخذ الاكس اخذها 4 على 5 زي ما قلت لكم، والواي 3 على 5. بس هذا سؤال، هذا سؤال عن انترنال هنج. انترنال هنج شو قلنا دائما؟ بنفصل، بنفصل. فهذا السؤال كيف عرفت انه في انترنال هنج؟ بنقرا السؤال. قال لي هذا كومباوند بيم ان ذا فيجر، قال لي A is fixed، يعني A هكذا. وقال لي أوجد الرياكشن عند A B C. B بس مش مبين إنه سبورت، بس هو قال لي B افرض إنه بن، و C افرض إنه رولر. بن يعني إنه هذا internal hinge بفصل عنده، يعني هذا هو عبارة عن، عبارة عن internal hinge، وهذا عبارة عن رولر. فبالتالي شو بعمل لما يكون عندي internal hinge؟ بنفصل. كيف بنفصل؟ ناخذ جزء يمين وجزء يسار. هاي بي، ما خلينا نرسم لك انا هذا الخط، هذا الخط الفاصل. فعندي هيك، فعندي هيك، فعندي هون مستطيل، فعندي هون مومنت، عندي هون رياكشن، عندي هون رياكشن، 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 عندي هون هسه بي واي بي اكس، بي واي بي اكس. لاحظ بعكس الاسهم، بعكس الاسهم دائما، جهه اليمين عن جهه اليسار بتعكس الاسهم. فشو صفى عندك هون؟ هاي المسافه 15، وعندك هاي المسافه 20، وعندك هذا اللود 400، وعندك هذا اللود 6000. بكل بساطة هاي بسميها سي واي، بسميها بي واي، اكس بتطير، بي اكس بتطير، بي واي، بي واي، بي اكس بتطير، وهذا ام ان. شو ظل هسه؟ هسه هذا البيم، هذا اعتبره بيم وهذا اعتبره بيم، هذا اعتبره سؤال وهذاك اعتبره سؤال. يلا هون مجموعة في اكس طبقتها، مجموعة في واي بقدرش اطبق لانه عندي مجهولين، فبحكي sum of m at b تساوي 0، بحكي مجموع المومنت عند البي بتساوي 0، بحكي سي واي ضرب 15 ناقص 6000 تساوي 0، فبالتالي سي واي تساوي رقم كم؟ 6000 على 15 400. بس اذا هي 400 وما عندي ولا لود، فبالتالي بي واي تلقائي 400 لتحت، فبالتالي هاي بتساوي 400 وهي تلقائي، بمسحها مشان ما اخربش ايش، وبرجع بعكس الاسهم، بحكي انه هاي هيك وهاي هيك، هاي تساوي 400
وهاي بتساوي 400. لما هاي ساوت 400 خلص احكي سيجما اوف واي هون. شو بحكي انا عندي بي واي هي 400 زائد اي واي ناقص تركيز اللود، اللود 400 في 20 تساوي 0. 400 في 20 شيل منها 400، 419 او 400 في 20 700 عندي 7600 رياكشن. تمام. sum of ma شو بحكي انا عندي سالب 400 في 20 في 10 اللي هي تركيز اللود 400 في 20 والمسافة 10 من المنتصف. بعدين بتحكي زائد بي واي، بي واي طلعت 400 في 20. بعدين زائد ام اي يساوي 0، بطلع ام اي يساوي رقم. خلص السؤال. هيو هذا اللي فري بالتليجرام اللي عملته انا. بي واي 400، سي واي 400، هي سي واي لفوق وبي واي لتحت. الرياكشن المومنت 72 والاي واي 7.6. هاي شوفوا شغله مهم كثير، الوحدات هون 8000 باوند 6000 باوند، هون لما طلعوا 72 كي دوت فيت، احسن ما يكتب 72000 حطوا 72 كي، كي يعني 1000. يعني هون طلع 7.6، مش قلت لكم طلع معي 7600؟ رح تقول لي اه، بس انا طلعت 7600 باوند حسب وحدات السؤال، فهو حول مشان ما تشوف رقم 7600 قسمه على 1000 وحط رمز الكي. فبدك تنتبه انه الكي تساوي 1000 باوند تبع الوحده، يعني مش رح تحكي لي حلك غلط، لا عمي حلها مش غلط، انتبه. طيب هذا السؤال. أوجد الهوريزونتال اند فيرتيكال رياكشن اوف ذا كومبوننت ات بن اي بي سي، يعني اي بن وسي بن وبي بن كمان، يعني بن يعني انترنال هنج اوف ذا تو فورس ممبر شون. تو ممبر شون مش فورس. فبالتالي اول خطوه الوحدات، الوحدات يا سيما انا عندي هون لما حليت قبل شوي، يعني هون لما نعوض 400 في 20 ناقص 800 في 10 شو بيطلع معي الجواب؟ بيطلع معي الجواب 7200. طيب انت هسه 7200 شو طلعتها انا؟ شو وحده ال 8400؟ رح تحكي لي وحده ال 4800 هي باوند، يعني باوند. هسه هون لما كتب 72 كي، طبعا هي 7000 باوند في فيت لانه المسافه بالفيت. هسه هون لما كتب 72 كي، هسه 7200 هي 72000 زمان كمان صفر. هسه 72 كي هي نفسها 72000، بس هون حرف الكي وهون حرف ال بي، ال بي بتساوي 1000 كي، بس ال بي بتساوي 1000 كي. تمام. نيجي المثال اللي بعده. حكينا بقول لي اوجد الهورزنتال والفيرتيكال كومبوننت للرياكشن اي بي يو سي. اي وبي يو سي اول خطوه كنا بنرسم فري بيت ديجرام عشان نشوف شو بنقدر نوجد. دائما حاول والشكل هو مسكر شوف قد شو الشغلات اللي بتقدر توجدها. فبتروح تحكي لي زي هيك، في عليه سي اكس وعليه سي واي، في عليه اي اكس، في عليه اي واي. اقول لك لا، لو بدنا نجي على الاتزان صح نحطه هون، رح تسالني لا نحطه هون هيك الاتزان الصح مبدئيا. فشو بحكي انا عندي هون سي اكس، هون عندي سي واي، عندي هون اي اكس، عندي هون اي واي. تمام. شو بقدر انا اوجد من هذا البيم او من هذا الفريم وهو مسكر؟ كل بساطه لو حكيت لك خذ سيجما اف اكس تساوي سيجما اف سيجما مومنت عند السي بتساوي زيرو، راح تحكي لي اي واي واي اكس مجهولات ما بقدر احل. احكي لي مجموعة المومنت عند A بنفس الطريقة، مجموعة في الإكس بنفس الطريقة، مجموعة في الواي بنفس الطريقة، يعني الشكل وهو مسكر قبل ما أفككه، حكينا الشكل بنجربه وهو مسكر، ما طلع معي أجوبة أو ما عرفت أوجد شيء، أروح وهو عليه وهو مفتوح. الشكل وهو مفتوح أو هو مسكر ما بقدر أحله من مرة، أربع مجاهيل وشو ما أخذت أف واي أو أف إكس أو مومنت ما بيطلع معي الجواب. فبالتالي هذا الفريم ما بقدر أحله إلا لأفصل، وين بدي أفصل؟ بفصل عند البن اللي جوا، قال لي في هذا بن. هذا قال لي انه بن، فشو بعمل؟ بفصل عنده. يلا بنفصل مع بعض، بنمسح كل شيء كتبناه وبنفصل. البي بنفصل عند البي، بنمسكها زي ما هي، هاي البي سي وهاي الاي بي.
ترجع ترسم الرياكشنات زي ما رسمته قبل شوي، سي اكس سي واي اي اكس اي واي. شو كمان في عندك؟ في عندك لود مستطيل، في عندك لود مائل. هذا اللود المائل راح يغلبنا شوي بس. تمام، هون في عندك 3 كيلو نيوتن وهون 8 كيلو نيوتن، الوحدات نفس الشيء ما عندي مشكله. هاي المسافه 2 وعندي هاي المسافه 2 وعندي المسافه الافقيه 2. خلينا نحط المسافات بس. عندي هاي المسافه تمام. هسه وفي طبعا عندي الرياكشنز، رياكشن خلينا نرسمه بالاسود. عندي اي واي اي بي واي قصدي وبي اكس تمام. فهاي هسه نكتب هاي سي واي سي اكس بي واي بي اكس. في عندي كمان تعكس السهم زي هيك بي واي بي اكس. في عندي هون اي اكس دي تمام. عندي زي هيك. هسه هذا الفريم لو بدي احله بدي اطبق معادلات الاتزان. احنا قلنا درسنا ابلكيشن اوف ايكوليبريم ايكويشن، بدي اطبق معادلات الاتزان الثلاث. هسه بمسك الجزء اليسار، امسك الجزء اليسار هذا لحاله، حط خط بيناتهم مشان تميز. هذا الجزء اليمين قصدي اليمين، لو حكيت مجموع ام بي تساوي 0 تحكي سي واي تساوي 3 في 2 6. شو نص ال 6؟ 3. راح تسالني كيف؟ بكل بساطه هذا تركيزه هيك في المنتصف مختاره 6، مجموع المومنت عند البي بتساوي 0، فسي واي في 2 تساوي 6 في 1، اذا سي واي بتساوي 6 على 2 ويساوي 3. فبالتالي اذا سي واي 3 فبي واي بتساوي برضه 3. هيك انا طلعت سي واي وطلعت بي واي. تمام، وصلنا لنتيجه حلوه، وصلنا لنتيجه حلوه. شو هي؟ ان طلعت سي واي والبي واي. هسه بي واي معي الصف عندي مشكله بالاي واي والاي اكس والبي اكس، كيف احل؟ هسه بقدر احكي لك في عندي شيء سهل كثير. بتحكي لي شو هو؟ بكل بساطه هذا الشكل هو مسكر، هذا الشكل خليه الجزء اليسار خليه. شو عندي هسه صار؟ لو نرجع للشكل وهو مسكر، عندي سي اكس عندي اي اكس عندي اي واي عندي سي واي. سي واي صارت معي، سي واي صارت معي كم مقدارها؟ 3. هسه لو اخذ مجموع المومنت عند الاي تساوي 0 بقدر اطلع سي اكس، ولو اخذت مجموع اف الواي بتساوي 0 بقدر اطلع اي واي. يعني يلا ها سم اوف اف واي تساوي 0. يلا شوف عندي انا، عندي الاي واي زائد الثلاث اللي تبعت السي واي. شوف عندي، عندي كمان لود المركز الموزع ناقص 3 في 2. في عندي اللود هذا المايل بده يكون ناقص 8 في. هسه الاكس بتاخذ ساين والواي بتاخذ كوساين، يعني الواي راح تاخذ 3 على 5. 8 ضرب 3 على 5 كوساين الزاويه وساين الزاويه وساين الزاويه. هي طلعت الاي واي. طب شو صفى عندي؟ شو صار عندي وجهين؟ السي اكس السي اكس والبي اكس. طيب شو بعمل انا؟ سم قصدي الاي اكس والسي اكس، سم اوف او سم اوف ام ات اي يساوي 0. بحكي انا عندي 8 في 2. طب انا بحكي لي 8 في 2 من وين اجت؟ اللي هو برنسبل اوف مومنت، مسافه عموديه. 8 في 2 8 بتعمل عمودي على المنبر، ف 8 في 2 طبعا بالسالب. بعدين بحكي لك انا عندي ناقص 3 في 2 في 3، الثلاث اللي هي قيمة اللود، والاثنين اللي هي تركيزه المسافة، والواحد والثلاث اللي اجت من هون عبارة عن 2 زائد 1 اللي هي 1 زائد 2. بعدين في عندي ايش؟ زائد السي واي اللي هي 3 في 4. بعدين في عندي انا سالب او زائد سي اكس في 1.5. فهيك انا ايش عملت؟ طلعت السي اكس. لما طلعت سي اكس بحكي sum of f x تساوي 0 سي اكس زائد اي اكس تساوي 8 ضرب
هاي بتاخذ ساين 4 على 5 بس. فانتوا مثل ما انتم ملاحظين انه انا بدون ما التزم بالجزء هذا، ها لو بدي امسح اللي عليه بدون ما التزم بهذا، من جزء واحد فرضت السؤال، من جزء واحد فرضت السؤال. فدائما حاول كون ذكي. كيف يعني ذكي؟ اعرف شو تستعمل القوانين، حاول اوصل لاسرع حل. هذا الشيء بيجي من الممارسه. يعني انا اول ما نزلت ستراكشر 1 وجاني هذا السؤال، رحت مسكت الجزء اليمين ورحت مسكت الجزء اليسار. بعدين لما تطورت شوي صرت احكي لا، طيب انا طلعت بس السين. احنا شو كانت مشكلتنا؟ احنا كانت مشكلتنا لما كنا بالشكل وهو هيك cx cy ax ay، كانت مشكلتنا انه لو اخذنا مومنت عند الاي عندي مجهولين، لو اخذت مومنت عند السي عندي مجهولين، لو اخذت سيجما اف واي عندي مجهولين، لو اخذت سيجما اف اكس عندي مجهولين. طيب لما انا جبت السي واي بس، صح؟ لو صارت هاي معي مثلا، فرض طلعت معي ثلاث، صح؟ صارت هاي ثلاث بس، لو حكيت مجموع المومنت عند الاي بقدر اطلع هذا، لو حكيت مجموع الاف واي بقدر اطلع هذا، ولو حكيت مجموع الاف اكس بطلع هذا. فانتم شايفين كيف؟ حاول يكون دائما سريع بالحل، توصل لاقرب نتيجه. شو هو كيف حل؟ اول شيء حط المنبر بي سي، هاي المنبر بي سي، طلع البي واي 3، طلع البي اكس، طلع البي بي اكس. كيف؟ اجعل اي بي، اجعل اي بي وطلع البي اكس. سيجما اف اكس تساوي 0، طلع الاي اكس. سيجما اف واي تساوي 0، طلع اي واي. بعدين رجع بي سي. يعني شو عمل هو؟ راح على الاول حل اوجد نتيجه، راح على الثاني اوجد نتيجه، رجع على الاول رجع حل. طيب انا لو بالامتحان، لو بالامتحان طلب مني اوجد الرياكشن عين بي، حسب ما انا حليت، ما انا اوجدت هذول، اوجدت هذول، صح؟ طيب من سيجما اف واي بمسك الجزء اللي فصلته اول شيء، بطلع اف بي واي، بعدين بحك سيجما اف اكس بطلع سي اكس، بي اكس نفسه سي اكس. فانا فعليا ريحت حالي بطريقه رهيبه، انه ما ابلش بالجزء المائل، حاول اتجنب الجزء المائل مشان مسافاته وخربطك اذا اعطاك ساين وكوساين اعطاك زوايا. فدائما خذها قاعده، لو كان عندي تو بن وفي انترنال هنج بالنص، ابلش بجزء وخلصه بعدين اشتغل على الجزء وهو مسكر. بس هذا اكثر شيء بقدر اسهل لك عليه بحاله اذا كان عندي ميلان. اما في حال كان عندي زي هيك وعندي مثلا هاي هيك وعندي لودات وحالتي حاله، هسه لو احكي مجموع، هسه كيف الرياكشن هون عندي؟ عندي الرياكشن هيك وهيك وهيك وهيك، احكي لي تمام. لو اخذ مجموع المومنت هون بطلع هذا، فلو اخذ سيجما اف واي بطلع هذا، شو صف عندي المجاهيل؟ هذا وهذا. شو بعمل؟ بفصل وباخذ هذا بطلع هاي، بعدين برجع بسكر بحكي سيجما اف اكس وزاوية 0 بطلع هاي. بس ترجع للفيديو تذكر هاي الملاحظة او بنحل هسه سؤال مع بعض. تمام، هذا مش مهم. تمام، تقريبا شابتر 2 انتهى، بس خلينا نحل بروبلم مع بعض، يعني اعتبروها مقترح، يعني اعتبروها مقترح مع بعض. خاصة الفريمات، يعني الدكتور اكيد راح يجيب فريم. لو جينا على هذا المثال، هذا بن وبن، ونفس ما حكيت لكم انه الاثنين، انه البنين على نفس المستوى مش زي تبع قبل شوي. راح نحكي اوجد الهوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننت اوف ذا رياكشن اي بي دي، نفس الطريقة. تمام، اي بي دي، فشو بعمل انا؟ يعني لما ما عجب لي سيره سي معناته سي هي فيكست، يعني ما بقدر افصلها مثل الديترمنسي وما الديترمنسي. يلا بنرسم اول شيء، بندرب وهو مسكر، وهو مسكر بدنا نشوف قديش بنقدر نوجد شغلات. يلا مع بعض، وهو مسكر بقدر اوجد شغلتين اللي هم مجموع بطلع الرياكشنات العموديه. كيف؟ يلا sum of m at d at a. ليش at a؟ بس بقول لك ليش تساوي زيرو. بس راح تحكي لي طيب ليش ما اخذت عندي؟ احكي لك انت راح تغلب حالك لو اخذت المومنت عندي. كيف؟ هذا راح يصير عندي هيك. بعدين بدي اخذ مومنت عندي، بدي احلل هذا وبدي احلل هذا واخذ المسافه هاي واخذ المسافه هاي. طيب ليش غلب حالي؟ طيب ما هو عندي انا في شيء اسمه اخذته بالستاتيك برنسبل اوف مومنت. لو اخذ المومنت عند الاي هذا اللود عمودي، فهذا هيك، فباخذ المسافه اذا هي ثلاثه وهي اربعه وهي خمسه، فبالتالي هاي المسافه 2.5. أنا أحسن أحكي 3 في 5 في 2.5 ولا أحلل كوساين وساين وأضرب؟ دائما حاول خذ الإشي الأسهل، لازم تكون متمرن. فكر الكويز ترى 5 أسئلة بنص ساعة،
لو كل سؤال زي هيك فكرت بس كيف تبلش، راح تخلص الكويز بأقل من 3 ساعات، بأقل من 3 ساعات. يلا نرجع لهون، بحكي أنا عندي سالب 3 في 5 في 2.5، بعدين سالب 8 في كم؟ 2.35. سالب 8 في 7 زائد دي واي في 9 يساوي 0. أنا هيك طلعت دي واي، دي واي يساوي رقم، بعدين بحكي السم اف واي يساوي 0، فبحكي دي واي ناقص 8 ناقص 8 زائد اي واي، دي واي طبعا طلعت الرقم اللي طلعته، بعدين عندي ناقص 3 في 2.5 في ايش؟ في كوساين الزاوية اللي هي 3 على 5، كوساين الزاوية الواي في حالة الميلان الواي بتاخذ كوساين والاكس بتاخذ سم، فهيك انا بطلع قيمة اي واي تساوي قيمة. طيب طلعت انا اي واي وطلعت دي واي، هسا انا ايش بدي اعمل؟ بدي اطلع الاكسات. هسا مين الافضل؟ مين الافضل؟ اخذ الجزء اي بي ولا اخذ بي سي دي؟ هسا انا كمحسن اقول لك خذ الجزء بي سي دي، طب رح تحكي لي ليش؟ بقول لك انا بكره شيء اسمه ميلان، وفيش طالب بالحياه بحب انه ياخذ الجزء المائل. كيف يعني؟ احنا هسا بدنا نفصل الشكل، في عندي اي بي وفي عندي الجزء اللي ظل، تمام. هسا هون انا هاي القيمه مطلعها وانا هاي القيمه مطلعها، انا كل اللي علي اني اوجد هاي، بس اذا اوجدت هاي الافقيه او هاي الافقيه شو بعمل؟ بقدر اطلع السي اكس، بقدر اطلع الاي اكس، تمام. يلا مين الافضل؟ اقول لك، وهون طبعا في عندك بي واي وعندك هون بي واي. هسا انا انت كافضل تروح تحكي لي مجموع المومنت هون وتطلع اي اكس، ولا تحكي لي مجموع المومنت هون وتطلع سي اكس، ومن سي اكس بتحكي خلص سي اكس زائد اي اكس بتساوي 3 في 2.5 في 4 على 5. لا انا بقول لك خذ الافقي بس. فانت لما تكمل هذا السؤال بتاخذ المومنت عند البي، فعندك هون لود بيعمل مومنت وعندك لود هون بيعمل مومنت، والرياكشن انت مطلعه، فبضل معك سي دي اكس، دي اكس في المسافه هاي بطلع انا الدي اكس، بمجرد ما طلعت دي اكس برجع لهذا الفري بادي دايجرام، دي اكس معي اي اكس مش معي، وهذا معي تحليله، خلص السؤال. حاول دائما تجنب السطح المائل، تمام. خلينا نفصل ونرجع عشان نضل 3 دقائق ونحل كمان بروبلم قبل ما نفوت بشابتر 3. راح نحل بروبلم كثير ان شاء الله، راح نحل هذا هسه، لانه هذا يعني بديش اقول متاكد راح يجي السبت، بس خلينا نفصل ونرجع. يلا